بصوا بقى، احنا هناخد شوية كده حاجات ايه في الاول كانترو خفيفة، تمام؟ الف ب جرافات. لو انا حطيت هنا واي وهنا اكس، تمام، وعملت كده، الجراف ده نوعه ايه؟ شكرا، شغل حضانة يعني، ده زيرو سلوب. طب لو انا رسمت كده اهو كده كونستنت سلوب، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، عشان الانجل اكيوت انجل. طب لو انا رسمت كده نوعه ايه؟ كونستنت. مش بسأل عن الريليشن، في فرق ما اسأل عن الريليشن واسأل عن السلوب. هنا ده نوعه ايه؟ كونستنت نيجاتيف. ليه كونستنت؟ عشان ستريت لاين. طب انا لو رسمت كده وعملت كده نوعه ايه؟ نون يونيفورم. طب وما دام هو نون يونيفورم كنا بنقول يا انكريز يا ديكريز، ده بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد، علشان لو اخدنا قعدنا ناخد تانجنت هنا، ادي تانجنت بالشكل ده وتانجنت كده وتانجنت كده، التانجنت ايه اللي بيجرى له؟ زاويته بتزيد، فكده معناه يبقى انكريز. طب لو انا رسمت كده وعملت لك كده، ده نون يونيفورم برضو. طب نون يونيفورم انكريز ولا ديكريز؟ علشان التانجنت كان عمال ايه؟ يقل، يبقى ده نون يونيفورم ديكريز. دي حكايه. طبعا طبعا لو انا ده عاوز اطلع منه جراف ما بين السلوب والاكس اكسس يطلع شكله ايه؟ زي اللي فوقيه. فاكرين الكلام ده؟ افكرك لو مش فاكر عادي نفتكر مع بعض. لو انت عاوز تطلع من جراف مش ده واي وده اكس، عاوز تطلع جراف من ده ما بين بقى السلوب ومين؟ والاكس، يطلع شكله ايه؟ جدع، مش ده خدته في الماس انتجريشن؟ يبقى السلوب هو مين؟ كان نوعه كونستنت في بوزيتيف، ياخد الشكل ده. طب لو عاوز تطلع ما بين السلوب والاكس بالظبط، يترسم في النيجاتيف ايه؟ سيكتور. يبقى انت من الجرافات ممكن تطلع جرافات. ماشي، لعبه كمان. الفوليوم، لو انا عاوز اتكلم عن الفوليوم، الفوليوم قلت لكم اي حاجه في الحياه ايه الفوليوم بتاعها؟ شكرا، الفوليوم هو اريا تايم هايت. لو انا بتكلم عن ده فاكيد الفوليوم بتاعه لينس في ويدث في ايه؟ في هايت، او سايد تايم سايد تايم سايد، تمام. لو بتكلم عن ده نفس الحكايه، مش هتفرق خالص. لو انت رسمته لي بالشكل ده كده ككيوبويد هتبقى لينس في ويدث في ايه برضو؟ في هايت. طيب بس في حاجه صغيره في الاشكال دي عشان هنتعامل معاها النهارده، ان الشكل ده لو انت ميلته لي كده خليته ياخد الشكل ده كده، ايه اللي ثابت وايه اللي اتغير؟ والاريا بتاعت البيز اتغير، لكن ستيل الفوليوم ماله؟ ثابت، عشان احنا هنتكلم في ضغط في بريشر وهنتكلم في دينستز. الليله دي كلها بتتأثر بإيه؟ بالفوليوم بتاعك، فعلى حسب الفوليوم تبتدي تحدد الدنسيتي، تمام؟ وبرده البريشر بيتأثر بالاريا، فأنت هنا هتاخد بالك بقى أنا إيه اللي ثبته وإيه اللي غيرته. طب لو أنا مثلا رسمت لك سلندر كده، السلندر دي إيه الفوليوم بتاعها؟ فوليوم بالظبط.
اريا بتاعت البيز اللي هي باي ار سكوير تايم الاتش. يبقى فوليوم اي حاجه في الحياه اريا في ايه؟ هايت. اللي بعده تحويلات في اليونتس خفيفه. تمام، لو انا معايا اليونت بالكيلومتر عاوزها تبقى بالمتر، هتعمل تايم ايه؟ 10 باور 3. طب لو انا معايا اليونت بالمتر عاوزها بالسنتي، هعمل تايم 10 باور 2. طب لو كانت اليونت كيوبيك متر وكيوبيك سنتيمتر، هتعمل ايه بالظبط؟ الباور ده بقى بعد ما بتعمل التحويله بتضربه في الباور اللي انت حطيته، فتطلع لك تايم 10 باور 6. طب انا لو عندي بي 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 مثلا بالمتر او بالكيلومتر كيوب، عاوز احولها للسنتيمتر كيوب، هعمل ايه؟ تعالى افكرك حكايه صغيره كنا بنعملها زمان. لو انت مثلا معاك 5 كيلومتر، عاوز تعرف بتساوي كيلومتر كيوبيك كيلومتر بتساوي كام سنتيمتر كيوب، فكنا بنقول هنكتب 5 تايم 10. الكيلو ده كبريفكس تنيته باور كام؟ التن بتاعته ب3. طب والسنتي تنيته باور كام؟ نيجاتيف 2. جدع. طب 3 ماينس نيجاتيف 2، كنا بنعمل الباورز دي ايه؟ ماينس بعض، يبقى 3 ماينس نيجاتيف 2 يديني كام؟ يديني 6. سوري 5، انا اسف 5. 3 ماينس نيجاتيف 2 طلعت ب5. طب واليونت كانت باور كام؟ يبقى 3 تايم 5 15. يبقى وانت بتحول بتعمل باور البريفكس ده ماينس باور البريفكس ده. طب افرض ما كانش فيه بريفكس، يبقى ده كانه باور كام؟ زيرو. جدع، كان دي باور ايه؟ زيرو. فحتى كنا بنقول ان البريفكس ده مش كانه باور 3 وده باور ايه؟ زيرو. 3 ماينس زيرو، عشان كده كتبتها على طول. تمام؟ طب لو اليونت عليها باور، ابتدي العب مع ايه؟ مع الباور بتاع اليونت. ماشي. لو واخد بالك انا عمال احول في يونت الكيوبيك، طب في تحويله عبيطه ثانيه. يونت الكيلوجرام والجرام. طبعا هتعمل ايه؟ 10 باور 3. انا شغال على تحويلات يونت الماس ويونت مين؟ الفوليوم. طب الفوليوم بيتقاس بايه؟ او نعم كيلومتر كيوب. ماشي، كل ما هي متر ايه؟ الله عليك. الفوليوم في يونت اسمها ايه؟ الليتر. هناخد تحويلاتها بس هصبر عليها شويه عشان تحويلات اللتر فيها ايه؟ سخافة شوية. طيب حكاية كمان، او نبدأ بقى الحكاية. الحكاية بتاعتنا الترم ده متقسم، عندك في الاول بنتكلم عن حاجة اسمها الفلويدز، او الترم كله اصلا بيتكلم على كونسبت الفلويدز. ولو انتوا فاكرين احنا خدنا الفلويدز في الترم الاولاني، كانت الفلويدز اتكلمنا عنها في صورة ايه؟ لا، في صورة حاجة اسمها ايه؟ كان نوع الفلويدز في المواسير اللي اتكلمنا عنها او الخراطيم فلو. الفلويد في حالة ايه؟ الاستدي فلو، بتتحرك. تمام؟ لكن احنا نتكلم عن الفلويدز هنا استاتيك فلويد، ان الفلويد اتحطت جوه الكونتينر وحبستها. ايه الكونسبت اللي هنتعامل معاه؟ الفلويد اللي جوه الكونتينر ونحبسها دي ممكن تطلع لي فرامل. انتوا عارفين ايه الفرامل؟ شوية زيت. يعني الفرمله اللي انت بتدوس عليها دي يقول لك ده زيت فرامل. الزيت ده محطوط جوه ماسوره، لما انت بتضغط بالبادلز اللي تحت رجلك
يقوم يتنقل ايه الضغطه دي لمين؟ للمكبس، للبيستون، فتقوم الفرمله تقفش على العربيه. يبقى انت الزيت بتاعك محطوط في حاله الاستاتيك ولا دايناميك؟ استاتيك، علشان الفلويد بتاعك مش بيجري جوه ماسوره، مش خرطوم ميه والفلويدز عماله تمشي جواه، ده ماسوره عمال يتحرك من هنا لهنا. فيجي في اليونت الاولاني يتكلم عن الفلويدز الليكويد. الليكويد فلويدز. الفلويدز كان ايه انواعها؟ تعالى كده نفتكر حكايتنا. مش احنا كان عندنا فلويدز؟ صح؟ كلمه فلويد عشان تقول على الحاجه دي فلويد كان لازم شرطين. تيك الشيب بتاع الكونتينر. طب وتاني حاجه؟ كان تاني حاجه عشان اطلق على الحاجه دي فلويد اللي هي كنا بنقولها ايبل تو فلو، ترميها ترضى تجري. طب لو قلت لك بيلي فلويد ولا لا؟ ليه؟ ما ايبل تو فلو، يبقى لازم الشرطين موجودين، ايبل تو فلو وتجزى شيب ايه اوف كونتينر. مين اللي هيلعب مع الفلويد دي؟ لو انت اتكلمت عن الفلويدز يبقى اكيد هتتكلم يا اما ليكويد يا اما جاز، بس ما عنديش سوليد. السوليد ملهاش لعبه ايه؟ فلويدز. العسل يا راجل ليكويد. ليه هاي فيسكوستي؟ ترم اولاني مش قصتي، تمام؟ لكن ستيل هو ايه؟ ليكويد. فالفلويدز اللي احنا نتعامل معاها هي ليكويد يا جاز. ده اليونت الاولاني، ده اليونت الثاني. ان احنا نتكلم على الفلويد في حاله الليكويدز والفلويدز في حاله ايه؟ الجاز. فنيجي نحط بقى كونتينر في ايه؟ ليكويد في جاز. واشتغل بقى مساله. هي دي الحكايه من الاخر، عشان كده بقول لك الترم مترابط جدا. طيب دي قال لك اول حاجه هنتكلم عنها بقى كفلويدز دنسيتي. ايه الدنسيتي دي بقى؟ حد يعرف؟ هي عبارة عن رو، الرمز بتاعها اسمه ايه؟ الرو. بتساوي مين؟ الماس اوفر الفوليوم. شغل حضانة. الدنسيتي دي بتساوي الماس بيتقاس بايه؟ كيلوجرام بير متر كيوب، ممكن جرام بير سنتيمتر كيوب، ممكن كيلوجرام بير لتر. ما يونت ماس على يونت ايه؟ فوليوم. الف ب بقى قبل ما نبدا، لو انا جيت اسالك حد يعرف الدنسيتي بتاعت الميه بكام؟ 1 ايه بقى؟ عندك مليون يونت 1 ايه؟ دنسيتي الميه 1 ايه؟ وهي 1 اصلا مش عارف. حلو جدا، ده كلام محترم قوي. قالت لك هنا هي 1000 كيلو جرام بير كيوبيك متر، وهنا 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، صح؟ طيب هو يعني ازاي الدنسيتي للميه كانت كده وكانت هنا كده؟ تمام، تعالى كده، مش انا علمتك التحويل؟ هو انت لو عاوز تحول من كيلو جرام لجرام هتعمل ايه؟ عسلي اهو يا عم، ادي تايم فوق 10 باور كام؟ 3. طب وتحت؟ ما هي راحت فين؟ مش كانت مكتوبه؟ مش عارف راحت فين اهي. يبقى تايم 10 باور ايه؟ طيب مش دول 3 اصفار ودول 3؟ يبقى توتال كام؟ 6 اصفار، مليون، وتحت كام؟ 6 اصفار، فتبقى هنا كام؟ شكرا، دي اول حاجه. يبقى
الدنسيتي بتاعت المية ممكن تبقى 1000 كيلو جرام بير متر كيوب او 1 جرام بير سنتيمتر كيوب. طب حكاية تاني، لو انا عاوز العب بقى باللتر، اول معلومة هو اللتر الواحد بيساوي ايه كمثلا سنتيمتر كيوب؟ لا حلوة أوي اللعبة اللي أنت قلتها دي، تمام يا عشرة، بس أنا طبعا دي مش حكايتي دلوقتي وهنتكلم فيها، بس عشرة قال معلومة كده حطها حلقة في ودانك وهنوصل لها بالتفصيل الممل. قال لك إن اللتر كيلو، وده أيام الكورونا لو في ناس مثلا كانت بتحب تتدرب أو تلعب رياضة كان يقول لك لو أنت مش قادر تنزل الجيم وخايف تنزل الجيم ومش عاوز تجيب أوزان هات ازايز ايه؟ ميه، عشان لو معاك ازازه 5 كيلو أي سوري 5 لتر يبقى كانك شايل ايه؟ 5 كيلو، فاللتر بكيلو. بس انا مش دي مش تحويله، تمام؟ بس اللتر بكيلو غششتك معلومه، ايه المعلومه اللي انت غشيتها؟ مش على كده، ان الدنسيتي بتاعت الميه ممكن تساوي واحد كيلو جرام بير لتر، يبقى الدنسيتي دلوقتي بتاعت الميه ليها ارقام كتيره مع اختلاف ايه؟ الميجرنج يونت بتاعتي. يعني انت لو شغال بالكيلو جرام بير كيوبيك متر تطلع 1000، طب شغال 1 جرام بير سنتيمتر كيوب تطلع بكام؟ 1. طب الكيلو جرام على اللتر 1. عسل. طيب يقول لك اللتر ده 1000 سنتيمتر مكعب. انت لو معاك خزان او معاك ازازه قول يا عم خزان. الخزانات دي ما بيقولها ساعات باللتر وساعات يقولها بايه؟ بالسنتيمتر كيوب. اللتر الواحد 1000 سنتيمتر ايه؟ كيوب. ده معناها التحويله من اللتر للسنتيمتر كيوب هتعمل ايه؟ حلو جدا اهي، تايم 10 باور كام؟ 3. طب معلومه كمان، لو انا عاوز احول من ال 1 متر كيوب للليتر، يقول لك المتر مكعب الواحد بيساوي 1000 لتر. ال 1 متر كيوب بيساوي ايه؟ 1000 لتر. يبقى كده انت برضو هتعمل تايم 10 باور كام؟ 3. كده انا قدرت استنتج حاجه بقى، ان ال 1 متر كيوب لو هيروح للليتر هتعمل تايم كام؟ والليتر لو هيروح للسنتيمتر، ومن ده لده على طول، وده اللي لسه حاسبينه. وانت عارف ان لازم يعني الكلام منطقي قوي مع بعض، وعارف ليه؟ اصل 1000 كيلو على ال 1 متر كيوب، لو انت حولت دي لليتر كانك هتحول اللي تحت هتضرب في كام؟ في 1000 تحت، ف 1000 على 1000 يطلع لك كام؟ 1. يبقى التحويله هي مظبوطه، تمام؟ ماشي. الدنسيتي دي بقى يقول لك هي دي كحاجة ثابتة ولا بتتغير لكل متر؟ من مادة لمادة أكيد إيه؟ بتتغير، بس للمادة الواحدة ثابتة. يعني دي حاجة كاركترستيك جدا، يعني دي عاملة زي الفينجر برينت كده، بصمة صباعك، بس دي بصمة الصباع بتاع مين؟ المادة. بمعنى بسيط إن أنا دلوقتي لو عاوز أتكلم على الأستاذة دي هي كونستنت، اتشينج باي اتشينجينج ايه بقى؟ رقم واحد الماتيريال بتاعتك، غير لي المادة غير الدنسيتي اكيد، او ممكن باي
mixing two different substances. يعني ايه؟ حط مادتين على بعض هيطلع لك ماده جديده الدنسيتي بتاعتهم مختلفه. عسل. بس عشري خطف كلمه كده وقال لك ممكن تتغير بتغيير ايه؟ التمبريتشر. ايش معنى؟ كلام محترم قوي، بس انا هتكلم في نفس الاستيت، والكلام ده مهم قوي بقى، ده رخامه المسائل. لو انت عملت تشينج للتمبريتشر بس حضرتك فضلت ان سيم ستيت، في نفس الستيت، ايه اللي هيحصل؟ المولكيولز تبتدي ايه؟ موف اواي فروم ايتش اذر. فايه اللي يحصل؟ يتغير ايه؟ اول حاجه تتغير لما انت تعمل مثلا انكريز للتمبريتشر، في حاجه هتتغير رقم واحد. نعم؟ طز. مش المولكيولز موف اواي فحصل انكريز لمين؟ للفوليوم. فايه اللي يجرى؟ هتقل. ما الرو بتساوي ام اوفر في، فلو الفي زادت الدنسيتي ايه اللي يجرى لها؟ هتقل. انا عكستها. ايه اخبار الماس؟ يبقى تغيير التمبريتشر دي في قاعده لازم تبقى في بالي، ماس از كونستانت، غير درجه الحراره ده ثابت، ده زاد ده يقل. غير درجه الحراره ده ثابت ده بيزيد فده ايه؟ يقل. ماشي. طب لو انا بتكلم مثلا change temperature and state، بمعنى هنا لما انت غيرت التمبريتشر مش البارتكلز بعدت عن بعض؟ فما تبعد عن بعض الفوليوم يزيد، فما الفوليوم يزيد الدنسيتي تقل. حلو كده. طيب وده بدليل ان الحاجه السخنه او الهواء السخن الدنسيتي بتاعته مالها قليله، بيطلع لفوق عشان هو سخن، فالبارتكلز بعيد عن بعض، عشان كده التكييفات بتتحط فين؟ فوق. ببساطه خالص عشان التكييف ده هياخد الهواء هيسقعه، فيقوم الهواء الساقع ينزل لتحت، الدنسيتي بتاعته ايه؟ كبيره، فتقوم تنزل لتحت، فالهواء السخن يطلع لفوق يدخل جوه التكييف يسقع وينزل، فالتكييف يشتغل باللعبه دي. طب الحكايه الثانيه هنا بقى، لو لعبت مع الاستيت، هو انهي الاكبر في الفوليوم او في الدنسيتي، الايس ولا الميه؟ مين اللي عنده دنسيتي اكبر؟ ايس؟ الميه؟ يعني انت مثلا لو رحت اي محل وبتاخد تيك اواي فادالك البيبسي بتاعك وكان فيه تلج، التلج غرقان تحت ولا عين فوق؟ عين فوق. يبقى ده معناه ان هو ماله؟ الدنسيتي بتاعته ماله؟ اخف. طب مش ده ميه وده ميه؟ يبقى خد بالك اللعب في درجات الحراره بيبوظ الحسابات كلها. بس في معلومه هنا مختلفه، الطبيعي لما الحاجة تسقع الفوليوم بتاعها يكش، تمام؟ فما يقل الدنسيتي تزيد، ده الطبيعي اهو يا عم. الهواء السخن الفوليوم بتاعه كبير فالدنسيتي بتاعته قليلة ف يطلع لفوق، اما الهواء السائع العكس. طب تعال على دي بقى،
لما انت جيت تحول لي مثلا من ميه للتلج، كان الطبيعي اللي المفروض يحصل ايه؟ ان الفوليوم يقل، فالدنسيتي بتاعت التلج تطلع ايه؟ تطلع اكبر، فالتلج يغرق. بس لو خدت بالك القاعده اللي انا بقولها، لو بتتحرك في السيمي ستيت القاعده دي تتدمر، لو انت بتتنقل منين؟ من ستيت للتانيه. علشان ابسط حاجه، ودي تاخدها في الكيمستري بالتفصيل ممل، يقول لك ان الهيدروجين لما بيجي، سوري، الميه لما بتيجي تتحول من الميه للتلج، في حاجه اسمها هيدروجين بوند بتتكون، فيخلي لك المنظر بتاع التلج بيبقى ليه حاجه اسمها هيكساجونال كريستال شيبس، فالاشكال الهيكساجونال دي تكبر الحجم. حتى بدليل انت لو جبت ازازه ميه مليتها على الاخر وقفلت غطاك حطيتها في الفريزر، هتفرقع، هتنفجر، عشان الفوليوم ايه اللي جرى له؟ يزيد. يبقى التحرك في الكلام ده، ده لو انا شغال انسيم ايه؟ طب لو انا شغال ان ديفرنت ستيت، التغير في التمبريتشر تمام؟ هيعمل ادي التمبريتشر لما يحصل لها تشينج، عندي رول واحدة بس اللي ثابتة، في كلمة واحدة بس اللي أقدر أطلع بيها، إن الماس هو اللي ثابت، بس أي حاجة تانية ما أقدرش ألعب معاها، القواعد دي ما تتطبقش. يبقى القاعدة الرئيسية إن أنت الماس عندك هيكون إيه؟ ثابت. حلو، تعالى ندردش بقى في شوية جرافات الأول قبل ما نخش على أفكار مسائل. هتكلم، عاوز ارسم جراف فور بيسز اوف ايرون هاف ديفرنت ماسز، زيو زيو، جراف ما بين الرو والام، يطلع شكله ايه؟ حد يقول لي؟ ماشي، يطلع سلوب كونستنت، سلوب زيرو، هو ده مش ايرن؟ كل ما الماس ما يزيد الدنسيتي بتاعته ايه؟ ثابته. ايه اللي هيغيره؟ هو الدنسيتي بتاعت الحاجه بتتغير بتغيير وزنها، ما لو وزنها زاد ايه اللي هيجرى؟ الفوليوم لازم اجباري بيزيد قدامها، وده يفضل رقم ماله ثابت. طيب انا عاوز ايه؟ احط معلومه مهمه بقى لازم في سنك ده تكون متاكد منها وعارفها. لو انا بدلت دي وحطيت هنا رو وحطيت هنا الام، ايه رايك؟ مين اللي بيتاثر بمين؟ الاكس بت اثر على الواي، يبقى ما ينفعش ان انا اعكسها. ممكن في الماس عادي تشوفها، لكن في الفيزيكس علميا مش صح، ده اللي بيأثر على ده مش العكس. تمام، يبقى انا لو قلت الماس زاد الرو ما بتتأثرش، وما ينفعش ارسم الجراف معكوس. طيب لو رسمته لك مع الفوليوم هيطلع شكله ايه؟ هو الرو كونستنت زيرو، مش كونستنت زيرو. تمام، عشان انا حاطط هنا ايه؟ رو مع في او رو مع ام، يبقى يطلع شكل الجراف كده على طول. نعم، علشان لو الفوليوم زاد وانت معاك كله ايه؟ ايرن، الرو مالها؟ الرو الحديد ما بتتغيرش، الرو الحديد ثابت. شد سطر. طب لو انا عاوز ارسم جراف برضو نفس الكلام، بلاش نسد سطر، على نفس الجمله اللي فوق، ما بين الام والفي، وش طبعا، ويبقى اسمه رو. نعم،
ما عنديش مشكلة لو عاوز تعملها كده عادي، كلامك مش غلط خالص، ان دي ثيوريتيكالي يعني. طيب لو انا رسمت جراف كده ما بين ال V وال M وطلع كده وطلع كده، وادي هنا اكس وادي هنا واي، رو اكس ورو واي، مين الاكبر ومين الاصغر؟ جدع. الاكس اكبر عشان ايه؟ بالظبط، شكرا يا زوز، عاش يا عاش. الجراف هنا ايه؟ معكوس، دي في على ام مش ام على في. يا شباب كبرنا على الكلام ده صح؟ الجراف هنا معكوس، فاللي يبان لك ان هو كبير هو مين الكبير؟ يعني لو ايه السلوب بتاع الجراف ده؟ بالظبط، هو واحد على الرو، السلوب هو واحد على الرو، فيبان لك الجراف ان هو ايه؟ الاكس هي الكبيره، بس الكبير هو مين؟ ده الواحد على الرو مش الرو، يبقى الرو هو الصغيره. ماشي. طب يجي يقول لك بقى كده معاك حته مكعب، السايد لينس ده باربعه والسايد لينس ده باربعه، وادي المكعب كده كبر مني مش عارف ليه، وبرده ده كام؟ اربعه. حلو. ام جه مش عارف ارسمها ازاي، انا همسح الكبير اللي بره ده، مش عاوز، ها مش عاوز كل ده يعني، عشان انا مش هعرف اوصل لك الرسم. اعتبر ان كل الاضلاع بتاعته بكام؟ باربعه. قمت انا جيت قسمته كده اربع ارباع، تمام، وقمت رميت دي في الزباله. ايه؟ ما ده لا ده ده كيوب، بس انا مش عارف ارسمه 3 دي. حلو. وقلت لك في الاول كانت الرو بتاعته اسمها 1.2. الرو بقى بعد ما قطعت ده تبقى بكام؟ اكيد ده انا عمال اشتغلك ساعتين ويقعد يشرح في المساله ساعتين، فتقول لي ده الربع اترمى، فيبقى خسرت ربع الرو، والكلام ده ما جاش. هو المكعب هو مكعب، يبقى الرو بتاعته لو كانت 1.2 هتفضل ايه؟ كونستنت، ما تتاثرش. ماشي. يجيب لك كده يقول لك طب انا معايا مكعب، هنا بقى هرسمها لك بالتفصيل الممل وهبدع لك في رسمتها كمان، يعني بص بقى، ده باربعة، ده بخمسة، ده بتلاتة. حلو. الماتيريال دي يجي يقول لك الرو بتاعها، هو صحيح هو ايه اليونت هنا؟ يعني ابسط حاجه بيسالوني، اكيد هنا لما احط اكتب لك رو، يبقى الرو مثلا لو حطيتها 1.2 فدي هتبقى كيلو جرام بير. طب لتر ولا متر كيوب؟ اكيد لتر، اصل انت الميه اصلا ب 1000، لو انت شغالها بمين؟ بالكيلو جرام متر كيوب، بس لو شغالها باللتر بتبقى ايه؟ واحد. فاكيد مش لو انت شغالها بالمتر كيوب هتلاقيها 1.2 يعني. ولو خدت بالك من حاجه، هو كده ال 1 جرام على السنتيمتر كيوب هو نفس رقم الكيلو جرام على ايه؟ على اللتر، تمام؟ فانا ممكن اقولها كيلو جرام بير لتر، او ممكن اقولها جرام بير ايه؟ سنتيمتر كيوب. ماشي. انا هقول لك هنا يا عم معاك الصندوق ده
الرو بتاعته 3.5 كيلو جرام، او خليها جرام بير سنتيمتر ايه كيوب، والزوايا دي كلها بالسنتيمتر. حلو. قمت انا جبت الاستاذ ده ووزنته، فطلع الماس بتاعه نقول مثلا، خليها هنا رقم انا اعرف احسبه، نطلعها ب 2 والماس اقول لك طلع وزنه 40 جرام. حلو. بس 40 جرام كان مرسوم كده ومعمول كده وكده، حد متخيل انا عاوز اوصل ايه؟ دي كأن الرسمة دي في هول في النص، تمام؟ يعني المكعب ده انا عملت فيه ايه؟ فضيته من النص. حلو. فالمكعب اللي انا فضيته من النص ده قلت لك الرو بتاعته كانت بكده والماس بتاعه كان بكده، يجي يطلب منك ايه بقى؟ هات لي ريدياس الهول. ايه بقى ده؟ عامل ايه؟ فوليوم مين؟ ازاي؟ ماس على فوليوم. الرو قال لك هتساوي ايه؟ الماس اوفر الفوليوم، فكده هتبقى 40 على 2 تطلع بكام؟ 20. حلو. استفاد بايه؟ الله عليك. لو انت عاوز تجيب الفوليوم اللي انت فقدته، الفوليوم اللي اتفقد من هنا عاوز نجيبه، سهله، هيساوي الفي توتال ناقص الفوليوم اللي انت جبته من هنا. طب الفي توتال هي مين؟ 3 في 4 في 5، 15 في 4 60، 60 ناقص ال 20 يطلع الفوليوم بكام؟ 40. ال 40 دي هتساويها بايه؟ الله عليك. ايه اللي عمله ده بقى؟ هو ده فوليوم مين؟ فوليوم السلندر اللي فقدت دي اهي. مش انا قعدت امهد لك ان الفوليوم اهو بيجي ممكن تبقى حته سلندر، فقام قال لي الفوليوم هو عباره عن ايه؟ باي ار 2 في مين؟ هايت. الهايت بكام؟ شفت اتكلت ازاي يا عم؟ فاهمين حاجه؟ السلندر انا ماليش دعوه بده، انا ماليش دعوه بالمنظر ده، انا ليا دعوه دي، ما ده الهايت بتاعها، دي لما هتقف ده الهايت بتاعها اللي هو مين؟ السري. يبقى الهايت بتاعك طلع هنا بالسري. الرسمه دي تيجي بمليون طريقه. لو الرسمه عمل الهول بالمنظر ده يبقى الهايت بكام؟ 3. طب لو رسمها لك كده يبقى الهايت بكام؟ لو رسمها كده الهايت ب 5. يبقى على حسب عدله الرسم. وهم دايما بيجيبوا الهول مرسومه على دايمنشن غير الهايت اللي انت شايفه قدام عينيك عشان يوقعك فيها. حلو. طب لعبه كمان. ماشي. خليك يجي يقول لك انت معاك كونتينر اهو. حلو. وادي كونتينر تاني اهو، ماشي. الكونتينر الاولاني مليناه على اخره بالميه، الماس بتاع الميه دي كان بيساوي 60 جرام. قلنا شلنا الميه اللي موجوده
وحطينا مكانها اويل ومليناها على الاخر. تعرف تجيب لي رول اويل بكام؟ ماشي، الفوليوم قد بعضه فهيتشال. ماشي سوبر. ايه سو عدل لي، انا مش عارف اعدل، انا عاوز رول اويل مس على فول من عيني اهو، مس على فول. واجي اقول لك انا اسف نسيت اغششك الماس، هقول لك الماس بتاع دي مثلا ب 50 جرام، اعمل ايه؟ نعم مس على رو ايكوال مس على رو. انتوا ليه بتصعبوا على نفسكم اللعبه قوي كده؟ بكام؟ هو ايه اللي قاله؟ هو مش فوليوم الميه هو كده كده وزن الميه؟ ده اساس، اصل الميه بكام؟ بواحد. الدنسيتي بتاعتها بكام؟ واحد. يبقى من الاخر لما يقول لك وزن الميه 60 جرام، يبقى فوليوم الميه 60 سنتيمتر كيوب، يبقى فوليوم الكب واي حاجه جوه الكب لو اتملت للاخر يبقى خلاص. عاوز الرو يا عم؟ اه اهي هتطلع لك كام؟ 50 على ال 60. حكايه حد بقى منديل؟ عاوز امسح الجرافات دي. اي منديل؟ شكرا. ما اعتقدش ان انت تحتاج الجرافات في حاجه، وتقدر تعمل سكرين شوت. عاوزين تصوره؟ مش مستاهله صح؟ وكده كده انا همسح الجراف ده بس، العبط دول في الاول. حكاية تانية. يجي يقول لي ايه بقى؟ عندك ادي كونتينر حلو، وادي كونتينر تاني، ده في ووتر وده برضه فيه ووتر، مليانين على الاخر تمام. هنا درجة الحرارة 20 ديجري سيليزيوس، وهنا نقول 80 ديجري سيليزيوس. فما بقت 80 ديجري سيليزيوس ام فيه شوية مية وقعوا على الأرض، عسل. وزن المية اللي هنا كانت 60 جرام، ووزن المية اللي هنا نقول مثلا 50 جرام. رول المية دي بتساوي 1 جرام بير سنتيمتر كيوب. شايف نقط الميه دي؟ هات لي الرو بتاعتها وهات لي وزنها وهات لي حجمها وهات لي الفي توتال بتاعت الميه بس. وزنها ب10. أول حاجة 10 أهو، قال لك الماس بكام؟ إشمعنى؟ الدروبس وزن نقط المية دي ب10، إشمعنى يا 10؟ الله عليك، زيادة درجات الحرارة بتعمل إيه في الوزن؟ أهي
حرارة ثابتة وزن ثابت، سوري حرارة بتتغير لكن الوزن ايه؟ ثابت. يبقى أول معلومة عرفتها عن الدروبس الماس. يلا خلص، هات اللي بعده. رو فوليوم في توتال. أنهي في؟ أنا آسف. انهي كده المسألة ما جاتش. بص بقى، اولا هو ابتدى يقول لك مروب واحد، يبقى لو دول وزنهم 10 يبقى الفوليوم بتاعهم ب10. لا انا اسف، ده كان بواحد لما درجة الحرارة كانت كام؟ 20. بس انا زودت درجة الحرارة يبقى البارتكلز بعدت عن بعض، يبقى الفوليوم زاد ومعرفش زيادته قد ايه، والدنسيتي بتاعتي قلت، لكن الوحيده اللي ما اتغيرتش واقدر اجيبها بكل بساطه وزنك، صح؟ يبقى الماس طلع ب10. طب الدنسيتي بتاعتي اكيد اقل من الواحد، اكيد ده من غير ما نفكر. كام بقى؟ كلها قوانين. انت لو واخد بالك هم ثلاث حروف خدناهم، بص الثلاث حروف رو ام في عمال يلعب بيهم قد كده. هو الترم ده انا قلت لك ادراك لازم يفرق قوي معايا. ماليش دعوه بالتمبريتشر، انت تعرف تحسب حاجه في ثواني، ما تكرنرش تفكيرك في السؤال. ما انت لو جبت خيط، الخيط ده هيساعدك في حسبه ممكن تحسبها بعيدة عن النقط. ما تحطش تركيزك كله على النقط، في حاجه غير النقط ممكن تحسبها. ما تعرفش تنسب درجات حراره والمعلوماتك، لما نيجي نشتغل تنسيب درجات حراره ده بتبقى مع الغازات، وده بقى بويل وتشارلز وليله، لكن هنا مش قصتي خالص، الحكايه بتاعتي مالهاش دعوه بالتمبريتشر كده، او ما بندخلهاش في ريشيوز. يعني تعرف تجيب لي رول ميه اللي في البيكر؟ اها، رو الووتر في البيكر عن درجة حرارة 80، تعرف تحسبها؟ ما هنا لسه ده انا قعدت امهد، مش دي التمهيدة اللي كانت هنا؟ انا قعدت امهد لك اهو، ان كده كده الكوباية دي ايه اخبارها؟ حجمها ثابت، تمام؟ حجمها ثابت، فاكيد اي حاجة هتملاها على الاخر هتاخد نفس حجمها. يبقى انت لو عاوز تجيب الرو في البيكر الجديد هتساوي ام 50 جرام على كام؟ على 60. 50 على 60 فيها كام؟ 5 على 6 فيها كام كدسم؟ دسم 50 على 6 5 على 6 فيها بكام؟ 5 على 6 5 على 6 اللي هي ليه الرقم الرخم ده؟ انا حتى مش عارف، ما تديش 0.2 بتطلع 0.8 كتيرة، 0.83. أول معلومة خدت بالك الرقم اللي جراله قال، مقنعة ولا مش مقنعة؟ أهي. تاني معلومة، إيه أخبار النقطة؟ الدنسيتي بتاعتها بكام؟ يبقى أنا كده كأني جبت دي اللي هي 0.83. ثالث معلومة، تعرف تجيب لي الفوليوم؟ حلو، اوف دروبس، اه اللي هي ام على رو، ام اوفر رو، الام بكام؟
10 اوفر 0.83 يطلع بكام؟ 12.04. الفي توتال بتاعت الميه عند درجه حراره 80، لا ايه يا جماعه ايه، يبقى ادي ال 60 بالظبط بلس ال 12.04 تطلع 72.04 صح كده. والمساله دي تاكد كل الافكار اللي هنا، ان الوزن في الحالتين فضل 60 جرام، لكن الفوليوم في الحكايه الثانيه 72، اما الفوليوم في الحكايه الاولى كان ب 60. اصل في واحد قال لي ازاي بقى لما انت سخنت الفوليوم ما زادش؟ هو الفوليوم زاد على فكره، ومن زيادته ايه اللي جرى؟ ده اتدلق بره. بس انا دلوقتي اضطريت ان اقول ان الفوليوم ما زادش عشان كانت الكوبايه دي هي اللي هقدر اتحرك معاها. يبقى اللعبه بالهنا بالكوبايه، بس ده مش معناها ان انت الفوليوم ما زادش، ده زاد. فانا عشان كده قلت عاوز احسب توتال فوليوم عشان احسسك بالزياده. حلو؟ حكايه كمان. انا بحاول ايه اللي هو احافظ على بورد تبقى مليانه قوانين ومليانه الافكار الجامده. يجي يقول لي معاك بيس ايس ميلت ساحت، وكان او ساحت، وكان الرو ايس ب 0.92 واكيد بالجرام بير سنتيمتر كيوب، قامت لما حصل لها ملت اتقلبت تشينج انتو ووتر هوز ماس تن جرام. اول معلومة او اول سؤال، فايند اللي تشينج ان فوليوم، اوجد لي ايه التغير في الفوليوم. هو اول حكاية بس، او يعني قبل ما نطلع ارقام، هو الفوليوم هنا بالزيادة ولا بالنقصان؟ زيادة ولا نقصان؟ مش مهم، ما كده كده انت هتطلع رقم ايا كان الرقم ده، اصل ده مش فيكتور كوانتيتي يعني، بس انا عاوز اعرف الفوليوم هيكون زاد ولا قل. هو مين اللي الفوليوم بتاعه اكبر، الميه ولا الثلجه؟ ميه. طب حط ازازه ميه مليانه على الاخر جوه الفريزر. يبقى انت هنا لما الثلجه ساحت بقت ميه، التغير اللي هتجيبه ده معناه ان الفوليوم كان ايه، زاد ولا قل؟ قل. يعني اللي تشينج ده يعتبر ممكن اسميه كده ديكريز ان فوليوم، الفوليوم كان بيقل مش بيزيد. حلو. طب اللي تشينج ده اجيبه ازاي؟ قول. حلو. في الايس هيساوي 10 جرام، عشان كده كده الوزن ثابت على مين؟ على 0.92. يطلع الفوليوم بكام؟
10.86. وده معناها ان الدلتا في بكام؟ اللي هو اللي تشينج شو عاوز التشينج في الفوليوم؟ انت كده المسألة خلصتها؟ هو كان خلصها عند زياد. زياد كان خلص، اعتبرها خلص. ما هو عاوز التشينج ان فوليوم لما انت تحولت من التلج للميه. ايوان ما خل... ما انت واخدين بالكم انا عمال اشتغل لكم بنفس اللعبه كل شويه. مش على الماس، على الفوليوم، على الوان. ايوه هو فهمني يعني ايه. يعني انا ما قلت لك فوليوم الميه، سوري، وزن الميه ب 10 جرام، يبقى كده الديفولت عندك تكتب كده في الخيال ان هي 10 سنتيمتر كيوب. انت طلعت التلج بكام؟ 10.86. يبقى اللي تشينج بكام؟ 10.86 ماينس ال 10 يديني 0.86، هو ده اللي تشينج. واللي تشينج ده يعتبر ديكريز ان فوليوم. حلو؟ ماشي. حكايه كمان. يجيب لك كده. هبدأ. حياتك اليوم ايه بتعدي عليه؟ على المحكمة؟ طيب يرسم كده، ادي كورة، اتنين، تلات كور، ويرسم كده كورة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ست كور. يقول لك all poles ليهم ايه؟ same volume، كلهم ليهم نفس الفوليوم. طيب اللي انت عاوزه مني؟ قال لك مش كلهم ليهم نفس الفوليوم؟ حاضر. انا عاوز بقى لو قلت لك الكره دي الرو بتاعها اسمه رو، يبقى الكره دي الرو بتاعها اسمه ايه؟ هاف رو 1. مش عارف، رو برضو لا لا يا عم، ده اهو اسود، ده ازرق. رو برضو ده element x وده element y. نعم، اعمل ايه؟ يعني ايه مضروب في 6؟ ليه مضروب في 6؟ بص كده، هاخد الخيط اللي قاله. انا عاوز الخيط ده، وانا لما رسمت لك الميزان ايه اللي انا استفدته من شكل الميزان؟ هدف لما يرسم لك رسمه بموازين يبقى عاوز يغششني معلومه ايه؟ الماس. الماس 1 قد الماس مين؟ 2. طب لما انا اعرف ان الام قد الام ايه اللي استفاد؟ مش ده بالانسد؟ هو مش الكفه دلوقتي متوازنه؟ دي مش بتاعتي. مالها الواحده؟ وانا بتكلم على الكفه، الكفه دي في نفس الكفه دي، يبقى كده بطريقه اندايركت بيحاول يقول لك ايه؟ ان الاوزان متشابهه. طب لما تبقى الاوزان متشابهه ايه اللي انا استفاده؟ ان رو في 1 1 ايكوال رو في 2 2. ابني 2 2
طيب الرو اسمها ايه؟ رو. طب في وان اسمها ايه؟ يبقى لو كنسلت في الناحيتين بقت الروتو اسمها رو. طب ما تيجي كده نشتغلها بطريقة أسرع. هما دول كام كورة؟ الفوليوم بتاعهم اسمه ايه؟ اسمه في. يبقى هي عبارة عن ايه؟ 3 في مضروبة في مين؟ مضروبة في 6 في. 3 في في 6 في، سوري 3 في وهنا في 6 في. الفي مع الفي يبقى الروتو 6 على 3، 3 على 6 تطلع لي ايه؟ نص رو. حاضر. انا ممكن كنت ارخمها لك علشان احط لك كمان كرة 7 يعني. هم بقوا توتال كام كورة؟ 7 كور. هو انا ايه اللي خلاني العب اللعبة الغريبة دي؟ لا طبعا اول معلومه طبعا صح، الماس ايه؟ قد بعض. فانت شلت الام وحطيت مكانها مين؟ رو في. وشلت الام الثانيه وحطيت مكانها مين؟ رو في. بس جه قال لك فوليوم الكوره قد بعضه، يعني فوليوم اي كوره عندك في الليله دي كلها قد بعض. اقفل الباب تمام. فما الفوليوم بتاع الكور تساوى، ايه اللي انا استفدته بقى؟ ان انت الفوليوم بقى كان هتعبر عنه بالعدد. يعني انت هتقول هنا معاك ايه؟ 3 في، وهنا معاك ايه؟ 7 في، والفي في، يتبقى ايه؟ 3 على 7. عسل. واحده كمان، واحدة كمان. ايه اللي مش مهم يتمسح؟ ممكن ده. ميزان. وادي عليه بيكر. containing water. اريا عند ال200، ادي الميه اريالك 200. 200 طبعا هنا بالسنتيمتر ايه؟ كيوب. وهنا لقيت القرايه 0.5 كيلو جرام. ماشي، قمت جبت الميزان ده تاني، وده مليان على الاخر يعني. حلو او مش فارقه؟ مش هتفرق. حطيت ادي البيكر وقمت مليته بشويه اويل لغايه ال400، ولقيت قرايه الميزان 0.4 كيلو جرام. طبعا عاوز رول اويل. نعم. 1. عارف مين اللي يقول 1؟ الشخص النباتي، تفكير النباتات يقول 1. ليه؟ اتاكل في ثواني. ده انت لو قلت 1 يبقى انت معتبر الزيت ده ايه؟ ميه. يعني انا حاولت انقذك حتى ان انا احط لك ارقام تخليك تطلع واحد فتراجع نفسك. تعرف لو كان عاوز يرخم قوي، حبيت اعلي معاك الفكره، كنت احط لك دي ايه بقى يا زوز؟ 3. ساعتها كنت هعمل ايه؟ هتحسب هتطلع رقم اقل من كام؟
من واحد، فهتختار وتفرح. ايه المفروض يبقى ايه؟ ماشي ايا كان. نعم مين اللي اعلى؟ رجح اربعة. هات لي رول اويل. هو الرو بتساوي ايه؟ ماس على فوليوم. ماس اوفر فوليوم. فوليوم بكام؟ بتاع الزيت 400. ماس بكام؟ 400 برضه منطقيه. شكلكوا لسه ما سخنتوش. نعم بص، هو شغل دماغه بس تشغيل ايه، بيحاول يحرق اي حاجه. ها ادي 400 جرام. ليه يا عم؟ انا عاوز الجرام بير سنتيمتر كيوب. انتوا كده مش ماسكين اللغز بتاع المساله. اللغز في حاجه صغيره قوي حرفيا، مش ده هي مبنيه على كده اصلا. طب ده هو محطوط على كده، ان انت حاطط كوبايتك على الميزان، يبقى ده وزن مين؟ الميه والميزان، سوري الميه والكوبايه. ده اساس مساله. طب كده الكوبايه بكام؟ الكوبايه ب 0.1. هو انا حاسس انتوا الرسمه اللي فوق نسيتوها. وزن الكوبايه طلع كام؟ 300 جرام. جابها ازاي بقى 300؟ قال لك اللي فوق ده مش دي ميه؟ مش انا قلت لك ان دي ميه؟ حجم الكام؟ 200. ما انا عمال الف وادور، يبقى وزن الكام؟ والميزان ده قرا كام؟ 500. ما النص كيلو بكام؟ 500 جرام. قاري 500، والميه المفروض الماس بتساوي كام؟ 200 جرام. يبقى كده انا اقدر استفيد ايه؟ ان ما دام دي ب 200 جرام، يبقى من الاخر الكوبايه الوزن بتاعها عباره عن 300 جرام. يبقى وزن الزيت بكام؟ 100 جرام. مش كان الكوبايه والزيت ب 400؟ يبقى دي ب 100 جرام. طبعا الرقم مش دقيق خالص، عشان يطلع لك الزيت الدنسيتي بتاعته 0.25، فرقم طبعا بعيد عن الواقع خالص. الزيت بيلعب في كام؟ 0.8 بس كفكره. الحوار صعب. هو طبعا الحوار لسه ليه حوارات، حاجه اسمها ريلاتيف دينستي، وحاجه اسمها دينستي اوف ميكتشرز، والدنسيتي بتاعه الالويز، وليله. تمام، بس تعالى كده نجمع احنا ايه اللعبه اللي لعبناها. قعدنا نظبط شويه جرافات، شويه تحويلات، بعد كده عملنا القانون بتاع الدنسيتي، وجبنا التحويلات جوه اليونتس، وبعد كده اشتغلنا. كان من اهم المعلومات اللي بتطلع لي تغيير درجات الحراره. تغيير درجات الحراره يثبت فيها الوزن، ويتغير فيها ايه؟ كل حاجة بقى. فوليوم رو، قول اللي انت عاوزه. فوليوم يكبر مع درجة الحرارة، يصغر لما الحرارة تقل. ماشي. بعد كده لما لعبت باللعبة دي قلت لك ان دي لو انا شغال في نفس الاستيت، بس لو الاستيت اتغيرت القاعدة بتتضرب. عشان كده كان التلج اكبر في الحجم. لعبنا شوية جرافات. طب صحيح بالمرة، هو انا ينفع اعمل كده مثلا؟ فين 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 فين؟ اقول لك في رو بالمره. ما تاثرش، بس ككونسبت ممنوع. لو انا لقيتها في سؤال يبقى الجراف بيطلع شكله ازاي كده، بس ككونسبت
سؤال ضعيف جدا، علشان حتى كان في جرافات قبل كده شفتوها في الحكاية دي، المناظر دي، بس السؤال ده بيبقى علميا واقع. طيب قعدنا بقى ارسم لك المناظر دي، وقلت لك طب لو قطعت مكعب حته ايه اللي بيجرى في الدنسيتي؟ ما بتتاثرش. يجي يجيب لك رسومات فيها فتحات ويقول لك هات لك ريدياس او اريا او فوليوم الهولز الموجوده، هات الفوليوم بالحسبه، هات الفوليوم من التوتال نقصهم من بعض يجيب لك الفوليوم بتاع الحاجه اللي اتشالت. وبعد كده حته التسخين والبيكرز منها قعدنا نتنفذ الميه. طب نختم بسؤال جميل كده، لو انا قلت لك عندك المنظر ده، هو سؤال عبيط، كل الاكسترنال سيم راديوس، كل الاكسترنال سيركت سيركل سيم راديوس، وقمت رسمت كده وكده وكده، واجي اقول لك دي لو الحته دي اسمها ار تمام، ودي عباره عن ربع ار، دي اسمها قلنا ايه؟ ار، دي اسمها 3 اوفر 4 ار. نعمل كده، دي اسمها R، دي اسمها نص R. يجي يقول لي all have same mass، أنهي أكبر رو؟ طب معلومة مهمة، هو لو مادتين ليهم نفس الوزن وقلت لي نفس الاليمنت يبقى هيبقوا نفس ايه؟ الدنسيتي صح؟ يبقى معناها نفس ايه؟ الفوليوم صح كده؟ يعني انا لما اقول لك هم ليهم نفس الوزن وانت تقول لي نفس الاليمنت يبقى قلت لي كده نفس ايه؟ الرو، يبقى ساعتها لو ده اسمه ار كان لازم كله يرفلكت على نفس المناظر، فاهمين حاجه؟ وهقول لك حاجه عشان تبقى فاهم، ادي دي الماتيريال، الماتيريال مليان الحته دي تمام، دي الماتيريال الحته دي تمام، وادي دي الماتيريال الحته دي رتب لي الاول الرو، السؤال البسيط رتب لي الرو. اللي هي زرقاء ولا سودا ولا احمر؟ الزرقاء. حد معترض؟ لو جيت ترتب هو انت هتهتم بايه؟ بس الفوليوم بتاع انهي حاجه بقى؟ دي الحشو، بمعنى لو الفتحه دي كبيره ده الفراغ، لو ده كبير والحته دي رفيعه وكلهم نفس الوزن يبقى الفوليوم بتاع دي ايه؟ قليل، وما دام الفوليوم قليل ونفس الوزن يبقى الدنسيتي اعلى. يعني انا لو رقمت دي رقم واحد ودي رقم اتنين ودي رقم كام؟ ثلاثه، يبقى رو اتنين اكبر بعديها رو تلاتة بعديها رو أربعة، سوري رو واحد، حتة مستويات عالية موت. قول لي الريشيوز. الريشيوز حتة عالية موت، حتة نفخ. بص يعني يمكن عشان بنصور حطيتها،
بس ما اتشرحتش في اي مجموعه. هي اولا الريشيوز هتمشي بعكس الفوليوم، ده رقم واحد تمام. طب والريشيوز تيجي ازاي؟ مش كلهم نفس الوزن؟ يبقى هنا ده ام وام وام على في على في على في، الامات ايه اللي هيجرى لها؟ هتطير. يتبقى مين؟ واحد على على في مين؟ 2. وهنا واحد على في 3، وهنا واحد على في 2. هتعبر عنها بايه؟ غلط. هتعبر عنها بواحد على 4 باور 2. وهنا هتعبر عن رقم 3 بواحد على 2 باور 2. وهنا هتعبر في رقم 1 بتلاتة على 4 باور 2. هقول لك ليه المسألة دي عالية جدا والفكرة دي عالية موت، ولو انت فاهم كله ودي ما فهمتهاش دي تمثل اللي هو ايه بقى اللي عاوز يجيب من 99 100%. اولا التنسيبة بالريديوس بتاع الحشو مش بالريديوس الفاضي. التنسيبة انت الفوليوم لما تيجي تحسبه هتنسب بمين؟ ريديوس الحشو. الحشو بتاعك هو ايه؟ مش انت قلت لي ده اكبر واحد في الدنسيتي، يبقى الحشو بتاعه المتبقي هو الربع. فدي اول تنسيبه، التنسيبه بالحشو مش بالفاضي، عشان الفوليوم القليل مع نفس الوزن يديلك رو ايه كبيره. تاني حاجه ليه عملتها باور 2؟ علشان الفوليوم راحت فين؟ كانت مكتوبه اتمسحت. كان الفوليوم بيساوي ايه؟ الاريا في الهايت. طب انت عارف فوليوم الحاجات دي عباره عن ايه؟ الاريا هي عباره عن باي ار باور 2 في مين؟ في السيكنس. عارف ايه السيكنس ده؟ تخن. دي انا مش شايف التخن، يعني كلهم انا راسم لك كده، مش انا راسم لك المنظر كده، كلهم نفس ايه؟ التخانه. فالاتش ماتت. لكن انت بتلعب دلوقتي على مين بقى؟ الريديوس اللي هو في قلب ايه؟ الاريا. عشان كده تنسيب الريديوس كان لازم يبقى ماله؟ باور 2، عشان كلهم ليهم نفس التخانات. فاهمين حاجه؟ انت اهي زي كده المنظر ده، انا مفضي الحته اللي في النص، فضيت حته اوسع بس التخانات عندهم كلهم واحده. فانت لو عاوز الفوليوم هتجيب الريديوس بتاع الحته المحشيه دي في مين؟ في تخنها. هو انا اللي جبت تاني الحته المحشيه؟ ايه؟ اللي جبت الحشو عشان ده هوا. انا مالي بالهوا. عد دي بقى لو عاوز تبقى جامد قوي. عدها كده مع نفسك، اقعد اتفرج على الفيديو وعدها زوز.